بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله محاضرة تانية في الجهاز الدوري، هنتكلم على الأوعية الدموية متقسمة لثلاث أجزاء: الشرايين، الأوردة، والشعيرات الدموية. الشرايين ديات اللي بتنقل الدم المؤكسج أو الغني بالأكسجين من القلب إلى أجزاء الجسم ما عدا الشريان الرئوي، وقلنا ان الدورة الدموية الرئوية عكسية مش زي الدورة الدموية العادية. الشريان بيعمل وظيفة الوريد والوريد بيعمل وظيفة الشريان. طب الشريان الرئوي ده بينقل لي الدم الغير مؤكسج او المحمول اللي فيه ثاني اكسيد الكربون الى الرئتين، وبيتكون عندك جدار الشريان من 3 طبقات: الطبقة الخارجية بيحتوي لي على ألياف بيضاء ومرنة، الطبقة المتوسطة بتحتوي على عضلات غير مخططة وألياف مرنة، والطبقة الداخلية بتحتوي لي على ألياف مرنة وخلايا بطنية. هنلاقي ان الشرايين عندي بتبقى في جزء اعمق من الجسم، عشان كده انا ما اقدرش الاحظها من الجلد من بره، غير الوريد اللي انا بسحب منه الدم لما بعمل تحليلات للدم لانه بيبقى سطحي، فبعرف ايه اسحب منه عينة الدم. رقم 2 عندي وهي الاوردة، بيحمل لي الدم المشبع بثاني اكسيد الكربون من خلايا الجسم المختلفة الناتجة طبعا عن عمليات التنفس والايض ليصل بي الى القلب، برضو باستثناء الاوردة الرئوية اللي بتحمل لي الدم الغني بالاكسجين الى القلب، بياخده وبيطخه للجسم كامل خلال شريان الاورطة. وبشكل عام فان الوريد يصل الى القلب ولا يصدر ابدا منه. الوريد بيميل لونه للاحمر القاتم او الازرق نتيجة لحمله للسي او 2. توجد الاوردة بقرب من سطح الجسم، عشان كده ممكن بشوفها بسهولة وبسحب منها عينات الدم. بجدار الأوردة اللي في الأطراف صمامات بتسمح لي بمرور الدم في اتجاه القلب وعدم رجوعه، عكسي الوريد رايح القلب، الصمام هيساعد لي ان الدم يروح في اتجاه القلب ما ينزلش تاني. الشعيرات الدموية أوعية دقيقة بتنتهي بها الشرايين وبتبدأ بها الأوردة، جدارها رقيق بيتكون لي من طبقة واحدة من الخلايا، بيتم تبادل الغازات والمواد الغذائية ونواتج التمثيل الغذائي بينها وبين الخلايا. هنشوف منظر للشكل بتاع الشريان والوريد في السلايد التانية. طبعا الشريان اهوت، الوريد، منظر الشعيرات الدموية اللي ما بين الشريان وما بين الوريد. واضح هنا الصمام اللي عندي اللي في الأوردة اللي بتساعد لي على ان الدم يتحرك في اتجاه واحد. الشريان كده كده ضخه من القلب فمش محتاج صمامات في حاجة، هو القلب بيعمل مصدر المضخة اللي بتحرك لي الدم. الوريد عشان اتجاهه عكسي لازم له صمام عشان ما يعكسش في الاتجاه. هنتكلم بقى عن الدم. الدم نسيج دم وعائي بتتكون مادته الخلالية من سائل البلازما، بتسبح في الخلايا اللي هي خلايا الدم الحمراء البيضاء الصفائح الدموية. أول حاجة هتكلم عليها هي بلازما الدم. بلازما الدم بيكون حوالي 55% من حجم الدم، هو سائل أصفر باهت بيتكون لي من ماء، بيكون لي من بروتينات مهمة جدا وهي ألبيومين، جلوبيولين، فايبرينوجين. ألبيومين مسؤوليته الأساسية عن تنظيم الضغط الأسموزي لسوائل الجسم. طب الجلوبيولين بيدخل في تكوين الأجسام المضادة الدفاعية اللي بتحافظ لي على الجسم ضد ضد البكتيريا، ضد الفيروس، ضد أي حاجة غريبة تدخل الجسم. الفايبرينوجين طبعا بيدخل في تكوين الجلطة الدموية عشان يوقف لي اي نزيف.
طب بيكون من ايه تاني؟ بيكون لي من مواد عضوية وغير عضوية، تشمل مواد ممتصة من الجهاز الهضمي زي الجلوكوز، احماض امينية، دهون، ونواتج عملية الايض زي المواد الاخراجية مثل اليوريا والاملاح المعدنية او الاكسجين وثاني اكسيد الكربون وغيرهم. طب خلايا الدم الحمراء بتحتوي على صبغة الهيموجلوبين اللي بتعطيها اللون الاحمر في الثدييات، باي كونكيف او بنسميها مقعرة الوجهين، بتحتوي على الحديد اللي بيربط الاكسجين وهو مسؤول عن اللون الاحمر للخلايا. وبيكون غشاء الخلية من بروتينات وليبيدات، ويوفر هذا الهيكل خصائص أساسية لوظيفة الخلية. إن الخلية عندي بتبقى باي كونكيف أو مقعرة الوجهين، الجدار بتاعها البروتينات والليبيدات بتساعد لي ان الجدار هيكون مرن، فبتساعد على حركة كرات الدم في اجزاء مختلفة من الجسم. هي مرنة في التحرك، يعني ممكن بيحصل لها ضغط وممكن يحصل لها زيادة في حجمها، ده نتيجة لان هي سطح الجسم بتاعها كبير، لان باي كونكيف او مقعر الوجهين، وفي نفس الوقت ان الجدار نفسه مرن. عدد كرات الدم الحمراء من 5 لـ5.5 مليون خلية في كل ملي لتر دم. طبعا دي في الذكور، في الإناث بيصل لـ4.5 مليون خلية في كل ملي لتر دم. ونقص عدد كرات الدم في هذه عن هذه النسبة بيسبب لي حالة اسمها حالة الأنيميا. بتتكون كرات الدم في النخاع الأحمر وتعيش مدة من 100 لـ120 يوم، ثم يتم تكسيرها في الكبد والطحال إلى هيم أو الحديد، يتم تخزينه ويدخل في تكوين أصباغ الصفرة، ويذهب البروتين للدم، فممكن يستغل في استغلالات أخرى في الدم. طب خلايا الدم البيضاء بتنتج في العقد الليمفاوية والطحال ونخاع العظم، بيوجد بأعداد أقل من كرات الدم الحمراء، نسبتها حوالي من 7000 لـ9000 خلية لكل ملي لتر، وتزيد في حالات الأمراض طبعا لأن هي وظيفتها مناعية، فبتزيد في حالة الأمراض المختلفة، بحيث أنها تقوم بواجب الدفاع عن الجسم وتنقسم لنوعين حسب وجود حبيبات في السيتوبلازم. خلايا دم بيضاء محببة، خلايا محبة للحمض بنسميها الإيزينوفيل، بتصبغ حبيباتها بالأصباغ الحمضية، بتكون نواتها من جزئين بينهم خيط كروماتيني، بتتعامل أساسا مع العدوى الطفيلية. تلاقي الشخص المريض بمرض طفيلي، في طفيل دخل الجسم وليكن بالهريسيا وليكن انتميب أي مرض طفيلي، هنلاقي إن عدد الإيزينوفيل بيزيد. خلايا محبة للقواعد بتصبغ حبيباتها بالأصباغ القاعدية، وبتكون نواتها على شكل حرف اس دي، بنسميها البازوفيل، مسؤولة بالدرجة الأولى للاستجابة الحساسية في الجسم عن طريق إفراز مادة الهستامين. خلايا متعادلة بنسميها نيوتروفيل، بتصبغ حبيباتها بالأصباغ المتعادلة، تكون نواتها من 3 لـ5 أجزاء، بتربط بينهم خيوط كروماتينية، تسمى بالمبلعمة لأن الخلايا نشطة في البلعمة، بتتعامل مع الدفاع ضد الجراثيم ضد الفطريات، هي أول خط الدفاع في الجسم ضد العدوى الميكروبية. خلايا دم بيضاء غير محببة زي الخلايا الليمفية أو بسميها الليمفوسايتس، ونواتها كبيرة تملأ حيز الخلية، خلايا كبيرة بلعمية، خلايا كبيرة نواتها بتشبه حدوة الحصان، بنسميها المونوسايز. ده منظر للخلايا، شفنا الإيزينوفيلز دي المحبة للحمض، البازوفيلز دي المحبة للقواعد، النيوتروفيلز المتعادلة،
الليمفوسايتس او الخلايا الليمفيه، المونوسايتس او الخلايا البلعميه، دي منظر البلاتليت او الصفائح الدمويه، الاريثروسايت هي منظر لكرات الدم الحمراء. اخر نقطه هنتكلم عليها وهننهي الجزء السيركيوليشن بيها، وهي وظائف الدم. ببساطه نقل الاكسجين من الرئتين لاجزاء الجسم، وثاني اكسيد الكربون من الانسجه للرئتين عشان يحصل تبادل الغازات. التغذيه، بيحمل الدم المواد الغذائيه اللي جايه من الامعاء للخلايا المختلفه لاستعمالها في انتاج الطاقه. اخراج الفضلات، بيقوم الدم بحمل الفضلات الضاره المتبقيه نتيجه لعمليه التمثيل الضوئي وبيوجهها للكلى فبيتخلص الجسم منها. طبعا المناعه، كرات الدم البيضاء، بيحتوي الدم على كرات الدم البيضاء، بينتج الاجسام المضاده اللي بتقوم بدور اساسي في حمايه الجسم وقايده من الامراض. التوازن المائي للجسم، يساعد الدم في حفاظ توازن الماء بالجسم، يحمل الماء الزائد لأجهزة الإخراج فبيتم التخلص منها، فبالتالي بيحصل توازن ما بين اللي أنا بشربه وما بين اللي أنا بفقده. تنظيم درجة حرارة الجسم، يقوم الدم بامتصاص الحرارة من الأعضاء الداخلية والعضلات إلى الأعضاء الخارجية، وهو طبعا الجلد. يمكن للجسم ان يتخلص من الحراره السائده عن طريق مثلا التبخر، عن طريق ان الميه الزايده الجسم الجلد يطلعها بره الجسم. نقل الهرمونات، يقوم الدم بنقل من الغدد المختلفه الى الاعضاء حيث يقوم بعملها، وتنظيم درجه الحموضه القاعديه اللي بنسميها البي اتش بالجسم عن طريق منظمات موجودة فيها، مواد موجودة في الدم بتساعد لي على تنظيم القاعدة وتنظيم الحمض، وهي الفوسفات والكربونات.